إلى ذاكرة التاريخ نسترجع أحداثا شهدها هذا اليوم. 19 من أغسطس في عام 1905 وقع قيصر روسيا مرسوما يقضي بإنشاء مجلس استشاري أطلق عليه اسم الدوما. وفي عام 1936 أعدم الحرس المدني التابع للجنرال فرانشيسكو فرانكو الشاعر فيدريكو غارسيا لوركا الذي ولد عام 1898. وفي مثل هذا اليوم من عام 1953 قام أنصار الشاه محمد رضا بهلوي بقيادة الجنرال زاهدي بانقلاب على رئيس الحكومة الإيرانية محمد مصدق وأعاد الشاه إلى السلطة في إيران. في التاريخ ذاته من العام التالي تبنى الكونغرس قانونا يعتبر الحزب الشيوعي الأمريكي خارجا عن القانون. أما في عام 1958 فقد أطلقت الولايات المتحدة أكبر غواصة نووية في العالم تزن 5900 طن. وفي عام 1961 أطلق الاتحاد السوفيتي مركبة فضائية تقل حيوانات من بينها كلبة لساعات في الفضاء. في العام 1981 أسقط الأسطول السادس الأمريكي طائرتين ليبيتين في خليج سرت. وفي مثل هذا اليوم من عام 1994 تم اعتقال الفنزويلي إليليتش راميريز سانشيز المعروف باسم كارلوس في السودان وتسليمه إلى فرنسا. في العام 2002 في مثل هذا اليوم أعلنت السلطات العراقية انتحار أبو نضال زعيم حركة فتح المجلس الثوري. وفي مثل هذا اليوم أو في العام من العام الذي يليه اعتقلت القوات الكردية طه ياسين رمضان وسلمته إلى القوات الأمريكية. في العام 2007 توفيت في مثل هذا اليوم المغنية السعودية عتاب. وفي التاريخ ذاته من عام 2010 وبعد نحو 7 أعوام على الغزو الأمريكي آخر القوات الأمريكية القتالية تنسحب من العراق قبل أسبوعين من الموعد المحدد لها.